صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها والكرار أبي الكرماء والزهراء وابنها لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما. السلام عليك. السلام عليك يا سيدنا. يا سيدنا يا حمزة. يا عم رسول الله. يا عم رسول الله. يا عم حبيب الله. يا عم حبيب الله. يا عم المصطفى. يا عم المصطفى. يا سيد الشهداء. يا سيد الشهداء. السلام عليكم. السلام عليكم يا شهداء. يا شهداء. يا نقباء. يا نقباء. يا أتقياء. يا أتقياء. يا ابن خمسة. السلام عليكم. السلام عليكم بما صبرتم ونعم عقب الدار. عقب الدار. السلام عليكم أهل الديار. أهل الديار من المؤمنين والمسلمين والمسلمين. وإنا إن شاء الله. إن شاء الله بكم لاحقون. لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم اللهم لا تحرمنا. لا تحرمنا ولا تفتنا من بعدهم. يرحم الله. يرحم الله المستقدمين. المستقدمين منكم والمستأخرين. والمستأخرين بهم أهل الإسلام وأهله خير الجزاء. خير الجزاء. واجزل ثوابهم. وأكرم مقامهم. وارفع درجاتهم. اللهم احشرنا مع الشهداء والصالحين والصديقين والآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. أحلاها والكرار أبي الكرماء والزهراء وابنها لخمسة أطفي بها. Setelah berziarah ke makam Sayyidina Hamzah dan para syuhada Uhud, insyaallah kita akan segera menuju mobil menuju Mekah Al-Mukarramah. وابناهما وفاطمة.